انا الحقيقه يعني رحيل والده زميلنا المحترم الاستاذ ثروت فياض، واحد من الحقيقه المؤدبين المهذبين، حيا ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه. الحقيقه الواحد الايام دي بيستقبل الحقيقه يعني اخبار الراحلين، الناس الكبيره البركه الحقيقه بيرحلوا عننا ويتركوا حياتنا يعني فراغ وصحراء، ويعني ربنا يرحم والدة زميلنا المحترم الأستاذ ثروت فياض. اسمحوا لي أقدم خالص العزاء لأخويا وحبيبي وصديقي الغالي الإعلامي والصحفي المحترم والخلوق أستاذ ثروت فياض في وفاة والدتي. ربنا يا رب يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم أمين، ويرحم كل موتانا يا رب. خالص التعازي ليه، ربنا يرحمها ويصبره يا رب، اللهم أمين. أتقدم بخالص عزائي وعزاء أسرة برنامج موضوع عائلي الإعلامي والصديق والأخ المحترم الخلوق اللي كلنا فعلا كنا حزنين لحزنه الإعلامي الأستاذ ثروت فياض رئيس مجلس إدارة ميديا فارس للإنتاج الإعلامي في وفاة والدته. وطبعا بندعي المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، أن يسكنها فسيح جناته، ويلهم جميع الفياض الصبر والسلوان. باسم برنامج أحسن الناس وأسرته، خالص العزاء للزميل العزيز ثروت فياض رئيس مجلس إدارة ميديا فيرست للإنتاج الإعلامي في وفاة السيدة الفاضلة والدته، وربنا يرحمها ويتغمدها في سيح جناته ويصبر الأستاذ ثروت وأسرته الكريمة في وفاة السيدة الفاضلة والدته. صديقي الإعلامي الكبير الأستاذ ثروت فياض، يعني والدته توفت للتو، البقاء والدوام لله لصديقي الإعلامي الكبير الأستاذ ثروت فياض. وأنا باسم قناة الشمس اللي هو صديق لينا كلنا بتقدم ليه ولأسرته وعائلته في الشرقية بخالص العزاء، وربنا يتغمدها بالرحمة. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، البقاء لله أستاذ ثروت، ربنا يتغمدها بالرحمة. ثروت من الوكالات الإعلامية والإعلامية الكبيرة والمحترمة وصديق وعشرة عمر، تغمدها الله برحمته. اللهم أسكنها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، واحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. باسمي وباسم برنامج الوسط الفني وباسم قناة الحدث اليوم وباسم النائب محمد إسماعيل مالك قناة الحدث اليوم، عايز أعزي صديقنا العزيز وصاحب وكالة ميديا فيرست اللي كان ليها باع معانا في قناة الحدث اليوم، أخويا ثروت فياض، وفاة والدته، البقاء لله. وبالغ الأسى ببلغك من مني ومن زمايلنا كلنا وعلى رأسنا طبعا النائب محمد إسماعيل، تعازينا ليك في وفاة الست الوالدة.